بائل مثل الجزائر في المنافسات القارية وتوج مرتين بكأس إفريقيا، نال كأس الجمهورية كذلك 4 مرات، وها هو يتوج باللقب 11 لبطولة القسم الأول، فريق يستحق التشجيع والتقدير. حفيظ الراجي. فعلا إنهم أقوياء، أسود جبال جرجرة كما يلقبون، أحرزوا لقبا جديدا رقمه 11 في ظرف 25 عاما من الوجود في القسم الأول و50 عاما منذ تأسيسه. اللاعبون استقبلوا هكذا بحفاوة في كبيرة في آخر ظهور لهم هذا الموسم فوق أرضية ملعب أول نوفمبر، اعترافا لهم بما حققوه لفريقهم الكبير. أنصار الشبيبة تعودوا على مثل هذه الإنجازات، ففرحوا كثيرا بلقب لم يعانقوه منذ 5 سنوات، وكان تتويجا رائعا ومنطقيا أمام فرق كثيرة نافست هذا العام. تتويج جديد لفريق عمره 25 عاما فقط في القسم الأول، وهو الرقم 11، مما يعني بأن الشبيبة هي سيدة كرة القدم الجزائرية، ليس فقط من الناحية الفنية وفقط، ولكن في كل شيء، حتى صارت مثالا لكل الأندية الجزائرية، مثالا في العمل والانضباط، ومثالا في التسيير وحسن التدبير من طرف رجال يقودهم اللاعب السابق محمد شريف حناشي، الذي لا يهمه سوى أن تكون شبيبة القبائل دائما فوق الجميع. انا ماذا بيا ديما شبيبه، يعني سيت اون بيراميد هي الفوق، لازم نكونسوليدي برك الاساس تاعها، والشبيبه ديما تبقى في المستوى. في شبيبه القبائل الاستمراريه في العمل والانضباط والوفاء بالالتزامات مع اللاعبين هي العوامل الاساسيه للنجاح، مثل ما حدث اليوم باعاده انتخاب حناشي على راس الفريق لموسم اخر. كل عام يعني بريبار ليكيب، يعني كيما السنه بور لاني بروجين بنادم يشوف لي زوبجيكتيف تاع الكلوب ويوجد يعني فريق، وكي نوجدوا يعني كل العام كامل نتبعوا اللاعبين، يعني ماهوش جبناهم ونطيشوهم. سي كوم سا كو لا جي اس كا توجور رامبورتي سي تيتر. Il y a eu des révolutions dans le travail. Il n'y a pas eu de révolution. On travaille tous les jours. تدريجيا باش نحمل هذا العام النتائج الله يسلمك. صح. شبيبة القبائل تهتم بأبنائها جيدا، سواء أولئك الذين أنجبتهم المدرسة أو الذين يبحثون عن الشهرة والمستقبل وتحسين مستواهم. اللاعب الذي يريد أن ينهي مشواره يتمنى أن ينهيه في شبيبة القبائل، مثل ما هو الشأن بالنسبة لمناد وعدان. ما عندناش حاجة زيادة، يعني هي الاستمرار في الفوسمو في العمل متواصل، يعني وكاين لا ستابيليتي دو لونكادرومون، لا ستابيليتي دو ستاف تكنيك، يا لا ريغور لو سيريو دون تراف. مبروك عليك. الله يبارك فيك. انا يعني فزت بثلاث بطولات، وهذه البطولة يعني تعتبر من أحسن البطولات اللي ديتها، وخاصة أن العام اللي فات رحنا الشامبيونا هكذا برك، لو تيتر نوزا ايشابي، مي ديو ميرسي هذا العام يعني دينا بالخدمة وبالرزانة. أما اللاعب الذي يريد أن يثري سجله وينطلق في مشواره ينضم إلى شبيبة القبائل أيضا، مثل ما هو الشأن بالنسبة لموسوني وبن شيخا، جاء يبحثان عن التتويجات فكان لهما ذلك. 20 سنة راهي بس، ولا قبلك في تتويج القبائل، جيت لجياسكا على جال هادشي. سي نورمال جيت لجياسكا باش ندير البريميتيز تاعي سينيور، ونهدي هذا الشامبيونا لمسيو بوشويكا تاع الموندية، باسكو قال لي تروح تندم، انا ما ندمتش. مبروك العام اللي فات شو كفيت راح لنا اللقب هذا، وهذا العام درنا كل جهد باش نديوه، والحمد لله دينا بفرق شويه سنقيط 6 نقاط، والحمد لله يا اخو نشكر الشعب اللي كان ساعد فينا كاع العام وكاع الطاقم الفني وكلش وانتوما. هكذا هو الامر في شبيبه القبائل، احسن فريق في الجزائر في كل شيء،
وكثيرون أولئك الذين يتمنون أن يكونوا فيها خاصة العام المقبل، وفيه ستحتفل الشبيبة بعيد ميلادها 50، والذي يتمنى الأنصار والمسؤولون أن يكون موسما لكل التتويجات وطنيا وقاريا، حتى يكون الاحتفال بالذكرى أكبر مما كان عليه في كل مرة وفي مستوى سمعة شبيبة القبائل. شبيبات العب عني، شبيبات العب عني.